العلي العظيم، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم. أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الحق سبحانه في محكم كتابه وبليغ خطابه: قل كل يعمل على شاكلته. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من المباحث المهمة التي عني بها القرآن الكريم واعتنى بها القرآن الكريم هي مسألة الترابط والتلازم ما بين باطن الإنسان وظاهر الإنسان، وهذه الملازمة تجيب على أسئلة كثيرة ترد حول الدين، منها أننا عندما نرجع إلى منظومة الدين ومنظومة الوحي نجد أن الدين اهتم بظاهر الإنسان وبمظهره، ونعني بظاهره عن الأمور الظاهرية أي العمل، وكما اهتم بمظهره أيضا حرم عليه لبس الشهرة مثلا، حرم عليه لبس الشيء، لبس اللباس الذي يوجب إذلاله ومهانته، وكذلك دعا إلى توفير جملة من الأمور في ظاهر الإنسان وفي مظهره. مثلا في الرجل أوجب عليه على المشهور وجود لحية، بل وحرم حلق اللحية، وكذلك مثلا عندما نراجع هنالك باب طبعا مفصل يتحدث عن أحكام اللبس والفقه كامل، يعني هسه احنا نجيب بعض الأمثلة. مثلا يقول: من علامات الإيمان التختم باليمين، من علامات الإيمان تعفير الجبين، من علامات الإيمان زيارة الأربعين. فلاحظ ركز على أمور ظاهرية: زيارة، تختم، ظاهرية ومظهرية. كما أن الشارع المقدس ومنظومة الدين اهتمت كذلك بباطن الإنسان وبأخلاق الإنسان وبسجايا الإنسان. مثلا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكذلك القرآن الكريم يحدد ويبين أن من أهم وظائف النبي هو تزكية الناس، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، ينظف باطنهم، يطهر الباطن. فكما اهتم الدين بالظاهر والمظهر اهتم أيضا بالباطن. ويطرح هنا سؤال آخر مفاده: لماذا هذا الاهتمام بالظاهر؟ أيها الدين،
لماذا لا تكتفي بتطهير الباطن، بتطهير الروح، بتصفية النفس؟ لماذا تلزم الإنسان بأمور ظاهرية كالصلاة؟ لماذا تلزم الإنسان بمظهره أن لماذا تلزم الإنسان بأن يلتزم بحدود بشروط في مظهره؟ اكتفي بالباطن ودع الظاهر والمظهر. هنا إخواني وآبائي، هذه التساؤلات قد يجاب عنها بعدة إجابات. مثلا يقال بأن لكل حضارة ولكل أمة هوية، ومن معالم الهوية اللباس يكشف عن هويتها وعن ثقافتها، فلكل أمة لباس ولكل شعب لباس وهكذا، وله طريقة في المسكن، طريقة في المأكل وهكذا. الإسلام لم يمحي جميع الهويات، إنما أتى بهوية جامعة تحفظ هويات الإنسان، هوية جامعة لجميع البشر مع الحفاظ على هوياتهم. ومن هنا ركز الإسلام على أمثال هذه الأمور. هذه إجابة قد تطرح، ولكن هنالك إجابة أخرى. نحن نريد هذه الليلة أن نسلط الضوء عليها، والتي أسميناها بثنائية الإنسان وثنائية الظاهر والباطن. يا ترى هل يمكن للإنسان أن يدعي ويقول أنا أخذ بالباطن وأدع الظاهر، أو أتمسك بالظاهر وأدع الباطن، أم لا توجد هناك ملازمة واقعية حقيقية بين الظاهر والباطن، فلا يمكن التفكيك بين الأمرين؟ ولكي يتضح وتتضح معالم هذه النظرية التي ندعيها والتي أسميناها بالمعادلة، معادلة التلازم، تلازم يعني معادلة، واضح؟ لكي تتضح هذه المعادلة أجعل البحث في محاور المحور الأول، تحليل السلوك الإنساني. نحن قلنا في المجالس الماضية وفي المحاضرات السابقة أن الإنسان موجود مختار، إذا شاء فعل وإذا شاء لم يفعل. هذه قضية أسميناها بماذا؟ بالوجدانية. إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. السؤال الذي يطرح نفسه، الإنسان في هذا المقام لماذا يختار مثلا شرب الماء؟ لماذا يختار الفعل؟ الفعل كيف يصدر عن الإنسان؟ هذا الذي أسميته بتحليل السلوك الإنساني. نحلل هذا السلوك كيف يصدر، هذا الظهور كيف يخرج من الإنسان. عادة يقال أن السلوك الإنساني لكي يظهر على مستوى الظاهر لابد وأن يمر بمراحل. المرحلة الأولى تصور، أن يتصور الإنسان الشيء الذي يريد القيام به أو الذي يختاره. فالمرحلة الأولى أن يتصور الشيء الذي يختاره، والمرحلة الثانية يصدق بالفائدة. مثلا يتصور شرب الماء، ثم بعد ذلك يسأل هل شرب الماء صحيح أو لا، هل فيهم فائدة؟ إذا صدق بالفائدة، هذه المرحلة كلها شغل العقل، إذا صدق بالفائدة بعد ذلك يرغب ويريد أن يأتي بالفعل.
يتعلق شوقه وإرادته بالفعل ثم يصدر الفعل عنه. عادة هكذا يطرح البحث، ولكن الأفضل الصياغة الأنسب لهذا البحث أن يقال هكذا، بأن الإنسان لكي يصدر منه الفعل في الخارج هناك عدة دوافع، عدة عوامل توجب سلوك هذا الفعل في الخارج، توجب ظهور هذا الفعل. مثلا الآن راح أوضح لك شيئا فشيئا. مثلا شوف هذا اللي سمينا احنا تصور وتصديق بالفائدة، هذا علم. العلم دافع من دوافع العمل. إذا حصل الإنسان على العلم كان العلم دافعا لوجود العمل في الخارج. ولهذا هذا الأمر يفسر ما ورد عندنا في الروايات الشريفة المباركة: يؤتى بالإنسان يوم القيامة ويقال له لماذا لم تعمل، فيقول لم أعلم، فيقال له هل لا تعلمت. لاحظ هنا الروايات تجعل العمل هو الهدف والغاية من وراء العلم. علم بدون عمل لا فائدة منه. هنا لا بأس أن أتي بهذا الأمر بمقولة أدبية هي في الأدب الفارسي. في الأدب الفارسي هنالك من أدباء الفرس، يعني باللغة الفارسية، سعد الشيرازي يسمى. هذا سعد الشيرازي له عبارة ترجمتها، أنا أتي بالترجمة ثم أجيب لك اللفظ بخدمتك، ما عندي أي مشكلة. يقول: العلم بلا عمل كالنحلة بلا عسل. في الأدب هناك عندهم لطيفة هذا المثل، يقولهم عالم بي عمل زنبور بي عسل. يعني عالم بلا عمل نحلة بلا عسل. يقول النحلة لها في وجودها عدة أهداف وغايات، خب الله ما يخلق شيء عبث، ولكن الغاية الأسمى من وراء النحلة أن تنتج العسل. نفس الشيء الغاية الأسمى من وجودي، الغاية الأسمى من وجود العلم للإنسان وفي الإنسان هو العمل. فإذا لم يعمل كان كالنحلة بلا عسل. فإذا العلم هو دافع، وسوف يأتي إن شاء الله في ليالي آتية سوف نتحدث عن العلم وأهميته بشكل أكبر، وإن شاء الله سوف يأتي أيضا تحليل بعض الدوافع المهمة المغفول عنها، إن شاء الله يأتيك في ضمن البحوث. الآن إذن العلم من الدوافع، العلم من الدوافع. عندنا دوافع أخرى غير العلم. هنا أنا أحب أن أستفيد من العلم الحديث، من العلوم الإنسانية إخواني. في العلوم الإنسانية الحديثة يقال أن الإنسان في سلوكه يتأثر بقواه وغرائزه. إنسان عنده غرائز، مثلا أعطيك بمثال، يقولون الإنسان مثلا لديه غريزة الشهوة، قوة شهوية نعبر عنها احنا في مصطلحنا، قوة شهوية. يقولون هذه القوة الشهوية تختلف باختلاف الأفراد. هذه القوة الشهوية بها يأكل الإنسان، بها يلتذ الإنسان. بعض الأفراد لديهم هذه القوة قوية، ولهذا تراه مجرد أن ينظر إلى الطعام يلتذ، يشتهيه ويأكله. بعض الأفراد لديهم هذه القوة الشهوية أضعف، وإيش ما جنت تقول له كل طعام شهي لذيذ تسوق له وتسوي له دعاية، وا 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 وا
وتجيب له أسامي ومصطلحات وهو الله يأكل. فيقولون الإنسان يختلف سلوكه باختلاف غرائزه. هم أيضا يترقون، العلم الحديث ترقى، وهذا الترقي أصله من الطب، أصله من الطب، هذا العلم الشريف. هذا العلم الشريف عندما تنبه إلى وجود شيء في الجسم يسمى الهرمون، هذا الهرمون يفرزه وتفرزه الغدد، غدد في جسم الإنسان تفرزه هرمونات. العلم تنبه إلى هذه الحقيقة وتوصل إليها، أنه إذا اختلت هذه الهرمونات في جسم الإنسان يختل سلوك الإنسان. مثلا أأتي بمثال، يقولون هذا مذكور كما قلت في العلوم الإنسانية في الأطباء، وربما من الحاضرين أطباء نحن نستفيد منهم. يقولون مثلا الإنسان لديه غدة تسمى بالغدة الدرقية، غدة الدرقية تفرز هرمون، إذا أصيبت الغدة بالخمول يقل إفراز هذا الهرمون، هرمون الغدة الدرقية. إذا لم يعوضه الإنسان بقرص، بقرص بشيء يعوض هذا الهرمون في جسم الإنسان، قد الإنسان يدخل في حالات توجب اختلال سلوك الإنسان كالاضطراب وما شاكل ذلك. اضطراب، إيه نعم اضطراب. ما هو سببه أيها العلماء؟ يقولون سببه اضطراب الهرمونات، الهرمونات في جسم الإنسان غير متوازنة، سبحان الله. يقولون إذا زادت يختل وإذا ضعفت يختل، لا بد من موازنة ومساواة. أيضا لها معالم أخرى، أنا مو جاي أدرس طب، لها معالم. يقولون مثلا، رأيت هكذا يذكرون، يقولون المرأة حديثة الولادة عادة في معرض اضطراب هرموني، حينئذ أيضا في معرض اضطراب سلوكي. ما هو السبب؟ السبب اضطراب الهرمون. فإذا العلم الإنساني تطور، أول شيء كان يركز على الغرائز، هذا محمد الدين يتفق معه فيه، شوي شوي قال لا عندنا شيء مو غريزة، هي مي قوة شهوية، شيء لا نسميه هرمون. مثلا أنا جاب لنا مثال، لماذا إخوان؟ مثال إلى أنه توجد عندنا عدة عوامل تؤثر في السلوك الإنساني. أتي بأمر ثالث، هم هو مورد اتفاق ما بين علماء العلوم الإنسانية الحديثة وما بين المنظومة الدينية أيضا. مثلا يقولون نحن عندما نقوم بدراسة بين الأشخاص، نشوف واحد عنده سجية نسميها الكرم، ونشوف واحد عنده خلق آخر يسمى البخل، ونشوف واحد عنده سجية نسميها شجاعة، ونشوف واحد آخر عنده خلق يسمى الجبن. يقول إحنا في عملية الدراسات الميدانية نجد أنها الشخصين الأولين إذا حصل موقف يقتضي الإنفاق، يقتضي البذل، فإن الشخص الكريم يصدر منه الكرم بكل سهولة. شوف الإنفاق مباشرة حصل، بينما الشخص البخيل لا يحصل عنده الإنفاق. وكذلك بالنسبة للشجاعة والبخل. يقولون من هذا نفهم أن سجايا الإنسان تؤثر في ماذا هذه السجايا؟ تؤثر في سلوكه هو، تؤثر في سلوكه. إلى هنا أتممت الحديث في المحور الأول، أصل إلى المحور الثاني، هذا اللي قلت الدين يوافقه. عندما نرجع إلى منظومة الدين، خصوصاً الوحي، خصوصاً القرآن الكريم، هذا الذي يكشف أسرار وجود هذا الإنسان. يقول الحق سبحانه وتعالى قل كن يعمل على شاكلته،
يقولون أن الشاكلة أصلها للحيوان أعزكم الله. يقولون الحيوان لكي يسير يمين أو يسار، هذا السير الاندفاع من اليمين إلى اليسار يحصل لدى الحيوان تبعا لشاكلته. شاكلته وين توديه يروح؟ هنا القرآن استعمل نفس هذا المصطلح بالنسبة للإنسان، قال قل كل يعمل، يعمل يعني يصدر من عمل، يصدر منه ظهور. العمل قلت أنا في أول البحث لا تغفل، عمل يعني إما سلوك ظاهري أو مظهري، كل ده عمل. قل كل يعمل على شاكلته، يعني الشاكلة تولد العمل. قبل ما نبين خصوص النقطة الثالثة، احنا راح نبين ونريد نأتي بأمر بمطلب يعني لا يذكره المفسرون، لا يذكره المفسرون. هنا قبل أن أصل إليه في تحقيق إيش معنى الشاكلة، أريد أن أبين هذه الملازمة الثنائية. قال قل كل يعمل على شاكلته، شاكلته تؤثر في عمله. هذا نحن أسميناه بالملازمة الثنائية، ثنائية الإنسان وثنائية الظاهر والباطن. هنا القرآن الكريم أعطى نظرية فريدة إخوان، ملازمة فريدة. يقول لي ليش أنت سويتها فريدة؟ أقول لك ليش. في عالم الملازمات، في عالم الملازمات عادة تكون الملازمة ذي طرف واحد. يعني وإيش؟ يعني مثلا نار تولد الحرارة، الحرارة لازمة للنار، يعني النار تعطيك حرارة، فالحرارة لازمة للنار، ملازمة من طرف واحد، لازم وملزوم. هنا القرآن يجيب معادلة تلازم ذو طرفين، هو عجيب عجيب. يعني ماذا؟ يعني الباطن يؤثر في الظاهر، الظاهر يؤثر في الباطن. هناك النار تولد حرارة فقط، النار تولد حرارة فقط، والماء يولد رطوبة فقط، لكن مو رطوبة تولد الماء. بينما هنا ملازمة عجيبة فريدة يبينها القرآن الحكيم، فيقول الباطن يولد الظاهر، والظاهر يؤثر في الباطن. يعني خلنا أجيب لك فد مثال، يعني يوم بيقول أن الصورة النفسانية، هسا بيبين لك بعد شوي الصورة النفسانية، الصورة النفسانية تؤثر في صدور الفعل في الخارج، زي السجايا، زي الأخلاق، زي الكرام. دل احنا حين جبناه قلنا هذا يقبله الشارع، سجية الكرام تولد حصول الكرام، سجية البخل تولد حصول البخل، وهكذا. نفس الشيء الآن، هذه الصورة، هذه العوامل الباطنية تؤثر في صدور المعصية، فعل المعصية. فلما يصدر المعصية، تصدر المعصية عن الإنسان، عندما تصدر، صحيح أن باطنه وصورته النفسية أثرت في صدورها، ولكن بتحقق المعصية في الخارج تتأثر نفس الصورة، تزداد سودادا واضمحلالا ونتانة ونتانة. فلاحظ، ظاهر وليد الباطن، وهو أيضا يؤثر فيه. هذه ملازمة إنصافا فريدة، وليس فيها دور ولا توقف أبدا، تأمل فيها.
طبعا أنا محور كلامي في التلازم من الباطن للظاهر، هذا دا احنا نخلي بعد لنا ظاهر وباطن، يصير البحث كلش مشعر. ملتفت؟ إذا فهمنا احنا يعني ويش الملازمة، أصل إلى النقطة الأخيرة. صلوا على محمد وآل محمد. ما معنى الشاكرة؟ قل كل يعمل على شاكرته. يعني شنو الشاكرة؟ عادة المفسرون يقولون الشاكرة هي سجايا الإنسان، يعني صفاته. هذا اللي جبناه من شوي، أن العلوم الإنسانية تقبل أن الشخص الشجاع يصدر منه مقتضى الشجاعة بكل سهولة ويسر، والشخص ولكن في الحقيقة الشاكرة أعم من هذا كله. يعني يمكن أن نقول أن الشاكرة هي الصورة النفسية للإنسان. هذه الصورة النفسية للإنسان الذي تتأثر بعوامل عديدة، قد تكون خارجية وقد تكون داخلية. نحن الآن كلامنا في الداخل. صحيح أن الغرائز تؤثر، الغرائز تؤثر في السلوك، هذا أمر صحيح مقبول، ولهذا سوف يأتينا إن شاء الله في البحوث القادمة عندما نتحرض عن للعفة العقلية، نقول أن الغريزة الشهوية مطلوبة والغضبية مطلوبة، ولكن العقل لا بد أن يقف أمامها. صحيح، نحن نقبل ذلك. السجايا والأخلاق الفاضلة أيضا نقبلها، بالعكس هي أيضا تدخل في ضمن الشاكلة. وكما ذكرنا في بداية البحث أن الإسلام ركز عليها، إنما بعث جعلها هدفا وغاية لأصل بعثته صلى الله عليه وآله. إنما بعثت لأتمم وكارم الأخلاق. ولكن هناك أمر آخر إخواني، ما هو هذا الأمر؟ أن الشاكلة الذي يؤثر فيها تأثيرا كبيرا هي معارفها الحقة واعتقاداتها الحقة. التفتوا إخواني، أصلا نحن عندما نسأل لماذا القرآن ذكر أن هنالك تلازم ما بين الظاهر والباطن، بعبارة أدق ما هو المصحح والموجب لوجود تلازم ما بين الظاهر والباطن؟ ليش؟ المصحح ما ذكرناه يوم أمس ليلة كاملة، كنا نذكر أن الإنسان له بعدان، بعد مادي وبعد معنوي ليمثل جسم الإنسان. هذان البعدان، بعد مادي له الجسم وفي قوى غرائز في وفي بعد معنوي مجرد الذي أسميناه بالنفس. هذه الصفات الحميدة والسجايا كالكرم والجود والعفة صفة للنفس لا للبدن، ولهذا هي كمال نفساني مو كمال بدني. كمال البدن بقوته البدنية، يروح الواحد صالة كمال أجسام يقوي بدنه، بس لو يقعد من اليوم إلى يوم يبعثون يقوي البدن، الروح ما تقوى. ليش؟ اكتمل بدنه صلب كالحديد، خليه يصير صلب كالحديد، ولكن الروح
بل في مباحث أخرى لا أريد أن أتطرق إليها، أن الروح أقوى من البدن. المهم ما أريدها أنا الآن. زين، هذا البعد الروحي المعنوي لابد وأن ينقى، لأنه ذو تأثير. ذكرت لك أمس هذه النكتة، أنا أحب أكرر مو من باب التكرار، من باب أن أذكر بالنكتة المهمة لأنها سلسلة محاضرات. ذكرنا، قلت أمس الباحث الدكتور الطبيب الذي نقلت عنه المقالة، وقلت أنه كان يعتقد بعدم وجود الروح لأنه لا يراها في المختبر، ولكن بعدما تعرض وشاهد عدة مرضى وقام بدراسة إكلينيكية أن هؤلاء المرضى لا يوجد لديهم أي ما بكتيريا أو مرض إكلينيكي، وصل إلى نتيجة أن هنالك بعد نفسي يؤثر في البدن. هذا البعد النفسي، الكرم، الصفة الحميدة، بعد للنفس. زين، هذا النفس الشيء المجرد لابد أنت تعطيه معارف حقة عالية لكي يصدر لك عمل عالي، تعطيه شيء من سنخه. خليني شوي أوضح لك المطلب عزيزي. هذا يوضح لنا طبعا أهمية أن الإنسان ينتقي معارفه. إحنا للأسف إخواني بعضنا، يعني بعضنا يعيش معارفه فقط أمور تتعلق بالمادة والماديات، أكل، شرب، شهوة. معارف البدن ما فيها شيء يرجع إلى إنسانيته. ذكرنا أمس إنسانيته بروحه. زين، أنت الآن قاعد تعطيها معارف فقط بدن بدن بدن، مادة مادة مادة، شهوة، أكل، طعام. زين، والروح؟ المعارف الحقة المتعالية لماذا لا تعطيها إياها؟ زين، وش المعارف هالحقة المتعالية؟ المعارف الحقة المتعالية يعني وحي، يعني وحي أخواني، يعني وحي، يعني وحي. بعضنا ما عنده اهتمام بالوحي، ما عنده اهتمام. أنا لما أقول اهتمام بالوحي مو يعني يكرر ألفاظ الوحي. تكرير ألفاظ الوحي جيد، يضفي نور على القلب. القراءة بأصوات وألحان في للوحي جيد، يقرأ شوي بصبا، شوي بحجاز، شوي بمقام، كله جيد. لكن المهم المعرفة، الاتصال بحبل الله. القرآن نور وشفاء، اصل إلى النور. اللفظ يحكي عن معنى، لا تقف عند اللفظ، صل للمعنى. هذا أمر مهم إخواني. أنا أنقل، أنا ما عادتي، والإخوان يعرفون، يعني إخواني أصدقائي القدامى الموجودين يعرفون، أنا ما أذكر هذا الشيء ولكن أهميته. مو طبيعي أنا بسولف لك. عندي بعض الأصدقاء من خارج البلد، من خارج البلد، بعضهم قراء دوليين على أعلى المستويات من خارج البلد. مرة أنا كنت أسولف وياه، يعني أتكلم وياه، أقول له أنت ما شاء الله عليك، وش هالصوت، وش هالجمال. أنا صراحة في شهر رمضان أحب أسمعك، أحب أسمعك. شنو هالصبد اللي طلع؟ شنو هالحزن هذا اللي تخلي قلبي يرجف عند سماع صوتك؟ قال لي سيدنا، الفت لي نظرك إلى شيء. مما نحن القراء مبتلين به، يقول أنا سافرت إلى دول عديدة، إلى مصر، إلى يقول شفت قراء على مستوى، شلون هذا إذا قلد المنشاوي يطلع لصوت، شلون إذا أدى الصبا يطلع لصوت. يقول لكن معنى الآية لا يفقهها، معنى الآية لا يفقهها. عندما في بعض المرويات تقرأ عند المسلمين يقولون كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، يعني هذا، يعني هذا، يعني أنت روحك المتعالية لابد أن تعطيها معارف متعالية. نعمة دائما، في نعمة ما يقول بعض
أساتذة سلمهم الله. الإنسان عادة يعرف منطقيا مشهور على الألسن، حيوان ناطق، حيوان مو سبة، حيوان يعني فيه هذه الغرائز اللي الآن تحدثت عنها، وفيه قوة عاقلة. هذا العالم يقول لا لا، الإنسان مو يتميز فقط بقوته العاقلة، الإنسان يتميز بتألهه، الإنسان يتميز بروحه المتعالية التي تستطيع أن تدرك حقائق متعالية. الإنسان الله عبر عنه بأنه خليفة الله، خليفة الله نفخ فيه من روحه. فكما أنت تهتم بالبدن اهتم بمعارفك المتعالية. يعني وش معارف متعالية؟ يعني هي من الأعلى، من السماء، من وجود متعالي نزلت. القرآن هسه أنا ما أبغى أتكلم عن إنزاله ونزوله، بس أبين هذه النكتة. القرآن مو هكذا الحق سبحانه وتعالى ذفره ذفرة وخلاص، مثل أنا لما أعطيك كتاب أقول لك تفضل، أقول لك مع السلامة روح البيت اقرأ. لا، جعل طرفا عندك وطرفا عند الحق، ولهذا عبر عنه بإنزال. احنا نقول عملية إنزال مو عملية رمي، ما يقولوا في العرف عملية إنزال، يعني كأن حبل متصل من الأعلى ينزل إلى الأسفل. هكذا القرآن تقرأه وترقى. فالإنسان في سلوكه إذن إخواني وآبائي لابد يتأثر بالمعارف الحقانية الحقة. إذا أعطيت النفس كما الآن العلم الإنساني الحديث يقبل، كما أسلفت العلم الإنساني الحديث يقبل، واضح عنده أن الناس في سلوكهم يختلفون باختلاف سجاياهم وأخلاقهم، كذلك في القرآن الناس يختلفون باختلاف معارفهم، باختلاف معارفهم. ولهذا يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، درجات يرتفع يرتفع يرتفع. إن شاء الله يأتينا بحوث أكثر نوضح هذه المعاني عندما نتعرض للعلم. هنا الأمر الثاني والأخير وبه الختام، صلوا على محمد وآل محمد. عجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. كما أن المعارف الحق إنما يخشى الله من عباده خشية، العلم والمعرفة الحقيقية، كذلك العقائد الحق. وهذا ما أغفله بنظرنا القاصر المفسرون في ذيل هذه الآية. يعني هسه ربما بعض المفسرين الأعاظم يوجد في كلماتهم إشارات لعله لا أدري، ولكن هذا أمر مهم. الاعتقاد الصحيح يؤثر ويولد سلوكا صحيح. أنا أجيب لك مثال. القرآن الكريم يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآية عجيبة. إلهي إلهي وما يؤمن أكثرهم بالله، يعني هؤلاء مؤمنون عندهم إيمان، بعدين تقول هؤلاء مشركون؟ يعني شلون؟ كيف كيف؟ أها، يقول هؤلاء آمنوا بالله ولكن في مراتب التوحيد أخفقوا.
مو كلهم عندهم توحيد كامل تام، ولهذا كمال الخلق بتوحيدهم. أجيب لك مثال الآن، مثال أنت بفطرتك لو هيئة أممية، لو هيئة أممية جت قالت أيها الناس إذا أنفقتم ريالا واحدا أعطيكم خمسة ريالات. هيئة أممية عالمية قالت إذا أعطيت دولارا واحدا أعطيناك 10 دولارات. وش نشوف سلوك الناس؟ يهرعون، روح روح ادفع دولار يعطوك 10. تثق، مؤمن، معتقد؟ قال هيئة أممية، هيئة أممية عالمية، شلون ما أثق؟ قل على العين والرأس. ولكن الحق سبحانه وتعالى يقول قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يقول تعطي أنت تنفق، أنا أتعهد بالخلف. من المتعهد؟ الله، الله المتعهد، مهيئة الأممية، الله المتعهد، الله المتعهد. يقول فهو يخلفه، يخلفه، ماكو مشكلة. فحينئذ، فحينئذ الله جل وعلا يعد بالخلف، يقول أنا أعطيك، أنا أعطيك، ولكن أنت أنفق. اللطيف أن القرآن في منظومته في الإنفاق يقول وما تقدموا لأنفسكم، لأنفسكم مو لي، أنا غني. أنا غني. إن الله هو الرزاق، تأكيد إن هو الرزاق ذو القوة المتين. لهذا يقول هنا خير الرازقين، خير الرازقين. فإذا العمل يتأثر بالتوحيد، بالعقيدة الحقة الصحيحة. ولهذا كما قلت كان أفضل الناس، كان أفضل الناس ماذا؟ أكثرهم توحيدا. لماذا يسمى علي وأفضل الناس بعد رسول الله؟ لماذا يسمى أمير المؤمنين سلام الله عليه مولى الموحدين؟ مولى الموحدين يسمى بمولى الموحدين. ليش؟ مولى يعني هو في التوحيد، في التوحيد في أعلى درجات. ولهذا أنا أقف آخر شيء وأسألك الدعاء. بعض دائما يسأل يقول إحنا لما نرجع إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، نرجع إلى أمير المؤمنين الذي يقول سلوني قبل أن تفقدوني، لابن أبي الحديد المعتزلي يقول هذه سلوني قبل أن تفقدوني، مو بس ما صدرت من غير علي، يقول لا يوجد، ينقل عن أستاذه لا يوجد أحد أهل أن يقول سلوني قبل أن تفقدوني غير علي. زين هذا اللي عند سلوني قبل أن تفقدوني وهذا العلم وهالذكاء وهالتسديد، زين احنا ليش ما نشوف أمير المؤمنين مع بعض أعدائه؟ ليش أمير المؤمنين مع من حاربه ما استخدم شوي من الحيلة؟ ماكر،
يروح يمين شوي يسار شوي ينقض العهد شوي ما يتغلب على ذاك بعد. أمير المؤمنين وين علمه؟ أها حلها في الآية التي صدرنا بها المجلس، قل كل يعمل على شاكلته. أمير المؤمنين صلوات الله عليه إمام الصديقين إمام الصادقين. تريد علي يكذب؟ سيد الوفاء علي. تريد علي ينقض العهد؟ حاشا. قل كل يعمل على شاكلته. علي أخلاقه مختلفة، الشاكلة الأخرى هكذا عملها. ولهذا ما إن توفي معاوية وإذا بيزيد يبحث إلى والي المدينة خذ البيعة من الحسين. افتح قلبك معي عزيزي، أريد قلبك. المدينة المنورة اسمها كان يثرب 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 يثرب. بعد هجرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله سميت بمدينة رسول الله، بمدينة رسول الله يعني مدينة جد الحسين، مدينة رسول الله، والحسين فيها لا مأوى له. سيد حيدر الحلي مو شوف 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 ترى معنى دقيق إخواني لما يقول كأنما المأوى عليه محرم. تدري يعني وش كأنما المأوى عليه محرم؟ يعني كأن النبي من تشريعاته حرمة إيواء الحسين. يعني بيقول لو كان النبي قد شرع حرمة الإيواء، يمكن أنتم ما سلكتوا يا الحسين هكذا مسلك، ما بالك والنبي أوصى بالحسين وهم يقولون اقتلوا الحسين ولو كان متعلقا. ومن دخله كان آمنا، وابن رسول الله لا أمان له. يا حسين حل إحرامك وصيرها عمرة مفردة، فإن القوم يريدون قتلك. وفعلا استند وقف ما بين الركن والمقام. أيها الناس خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني وما أشوقني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرعون أنا لاقي كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. أيها الناس أيها الناس أيها الناس، فمن كان باذلا فينا مهجته يا ليتنا كنا معك.
فمن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليمضي معنا، فإني ماض مصبح إن شاء الله، خلص طواف وودع الحجاج بالحين، واستند للكعبة وحل حرامه حسين، لبى وصاح يا ربي تراني ما بين حجاجك ولا واحد حماني، أنا مطرود يا ربي وحاربني زماني، لبيك يا ربي برتحل دون المحرمين. اسمع اسمع هذه التلبيات وكأنها دعاء من الحسين، لبيك يا ربي أبا شد العصايب، لبيك يا ربي أبا شد العصايب، لبيك ساعدني على ملاقى المصايب، لبيك صبرني على فراق حبايب. يا الله يا الله كأني بالحسين ينظر إلى قمر بني هاشم ثم يتوجه إلى ربه، لبيك هذا أسنى الظهر وحامل الواي، خلى رمية ومن العطش تصرخ يتاماي، ثم الحسين لم ينسك يا موالي، خايف على شيعته، خايف على أرواح شيعته، التفت إلى ربه، لبيك كان بذبحتي تسلم الشيعة، خلهم يذبحون ويسلبون الوديعة. علي يا علي علي يا علي كل ساعة عباس نزل محمل الحار يعدله صد للحسين وناشده شنهي نزل تكبل الفل، قال لي يا خويا نزلتي تدري بخيتنا مدللة ما فطمت على الذل والهضام، فطمت على العز وال بيت الدعاء يا موالي للحسين يلتفت إلى العباس، ليتك يا عباس تحضر يوم طلعت من كربلاء. ليش يا أبو علي؟ إذا رادتي ناقة عثار يضرب خواتك حرملة، يضرب خواتك حرملة. علي يا علي علي يا علي يا علي تقول
أنا بقيت محيرة وصف جبليدن. أنا لا عباس لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني يضربوني من ابكي وتهمل العين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. أبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وامنن علينا برضاه وعجل فرجه. المؤسسين اللهم تقبل أعمالهم أوسع في أرزاقهم شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. والفاتحة إلى أرواح موتانا وموتاكم وموتى المؤسسين تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. كان في هذا اليوم ورود عمر بن سعد إلى أرض كربلاء مع جيشه،